جاء في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وجاء عند أبي داود: فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وجاء عند ابن ماجه: فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. وهذا الذباب قد قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: الذباب كله في النار إلا النحل، وذلك لتعذيب أهل النار بهذه الحشرات، فإنها حشرات مؤذية كثيرة التناسل، ولذا عمرها ليس بطويل كما يقال، وذلك لأنها تتوالد بأعداد هائلة، فلو كانت أعمارها طويلة لحصل على الناس مشقة وعنت، ولذا فهي أكثر الحشرات سفادة أي جماعة. ولما سأل ملك الشافعية رحمه الله: ما الحكمة من خلق الذباب؟ لأن هذا الذباب قد آذى هذا الملك، فنشأ عنده هذا السؤال، فلم يجد الشافعي رحمه الله جوابا في ذهنه، فاستحضر الصورة التي هو فيها فقال: خلق الله عز وجل الذباب مذلة للملوك. والعجيب كما ذكروا أن فضلته إذا وقعت على ثوب أبيض كان لونها أسود، وإذا وقعت على ثوب أسود كان لونها أبيض.